وكان في حاجه اسمها انت ما حطيتهاش جنبها بقى اللي هي كانت ماكسيمم باور ترانسفير، ودي اللي هو الحته بتاعت الكيرفات اللي هي بتاعت البيهيفير بتاع اللينير سيركتس. فهتكلم عن الحاجات دي سريعا. اول حاجه موضوع الماكسيمم باور ترانسفير عشان مش هناخد فيه وقت كتير. ماكسيمم باور ترانسفير بيقول ايه؟ بيقول انا دلوقتي عندي سيركت كبيره جدا، والسيركت دي انا عايز اسحب منها اقصى باور ممكن، انا عايز اسحبها. فاقصى باور ده ممكن اسحبه زي احنا قلنا السيركت منين؟ بعد اللي خدناه من نظريه ثيفينين. بنقول ان اي سيركت مهما كانت كبيره ممكن امثلها في الاخر بحاجه هنا اسمها ار ثيفينين وفي ثيفينين، وفي الاخر اللود اللي انا هوصله واسميه ار ال. فانا بقول انا عايز ايه القيمه بتاعت اللود ده اللي لما احطها على السيركت الكبيره دي كلها تسحب اقصى باور ممكن من السيركت. ممكن اكون محتاج ده في اي ابلكيشن ممكن. فبدل ما طبعا هاجي عند كل سيركت كبيره واقعد تيست الموضوع ده على السيركت الكبيره دي كلها، فاحنا بناخد الموديل المبسط بتاعها اللي هو الثيفينين ايكويفالنت، وبنشوف الار ال بقى اللي على الموديل ده موديل بسيط، فايه الار ال اللي تسحب اقصى باور ممكن. فطبعا مش هعرف في الاثبات كتير، بس انا اقدر اقول ان الكرنت اللي هيلف في الدايره دي هو البي 7 على الار 7 بلس ار ال. فلو عايز الباور اللي هيروح اللود لو مثلا هسميها بي ال، فهيبقى الكرنت ده سكوير في الار ال، ويبقى ده هو الباور اللي هيروح للود. فاحنا بقى عندنا معادله كده فانكشن باور ال، طبعا بي 7 ار 7 افترض ان هما جيفن معايا. طب انا معايا فانكشن في ار ال وعايز اعرف ايه الار ال اللي تماكسمايز الفانكشن دي. فنقول انتوا اثبتوا في المحاضره عملتوا الديريفيتيف وكده، واثبتوا في الاخر ان عشان الار ال تماكسمايز الباور لازم ان الار ال لازم يكون بيساوي الار 7. منطقي؟ اه منطقي. هنلاقي مثلا سي مثلا ار 7 طلعت ب 100 اوم، ساعتها لو حطيت الار ال ب 100 اوم هتسحب باور معين. لو جبت الار ال دي بدل ما خليتها 100 خليتها 90 هتسحب باور اقل، لو خليتها 110 برضه هتسحب باور اقل. تمام؟ فبالتالي فاحنا بنحطها بنفس قيمه ار 7. فلما يجي لي في اي مساله ويقول لي ايه قيمه الريزستنس اللي تسحب اكبر باور ممكن، فيبقى ده كان مطلوب كان هي دي اللود بتاع المساله واشيلها من المساله خالص، ويبقى النقطتين اللي هي مقسمه بينهم هي الاي والبي كانها عايز مساله 7 نورتون عاديه جدا. فهجيب الار 7 او الار ايكويفالنت اللي انا شايفها بين النقطتين دول، واقول ان اللود اللي يسحب اقصى باور ممكن هو الار 7. وساعتها الباور ده لما يعني بعد ما حسبناه ولقينا ان ار ال بيساوي ار 7، اللي جينا حسبنا ان الباور ماكسيمم اللي هو الباور في الحاله دي اللي هو اقصى باور هتسحبه الار ال في الحاله دي هيساوي نص الباور اللي داخل السيركت، اللي هي الباور اللي خارجه من الفولتج سورس ده، يعني نص هيروح هنا ونص هيروح هنا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي سيركت كبيره جدا والسيركت دي فيها شويه فورسز وشويه ريزيستنسز، لما اجي احط ريزيستنس في يعني كلود يعني في السيركت دي اقصى باور هتسحبه هو نص الباور التوتال بتاع السيركت، يعني السيركت دي بتجنريت باور معينه اقصى باور هقدر اخدها منها هي نصها، والنص الثاني هيروح لمكونات السيركت نفسها. تمام؟ مش لازم نحسب يعني نحسب الموضوع ده او نعمل مساله خاصه بالموضوع ده عشان هي نفس مسائل بي 7 وار 7، فاحنا كده كده هنحل عليها في الجزء اللي جاي بتاع الديبندنت سورس. تمام؟ طيب نيجي للجزء الثاني اللي هو لما عايز احسب ال 7 ايكويفالنت وانا معايا ديبندنت سورس. احنا عشان نفتكر سريعا لما كان بيبقى عندي اي سيركت وعايز احسب ال 7 ايكويفالنت بتاعها، لما يبقى عندي البي 7، لما يبقى عندي مساله وعايز اجيب ال 7 ايكويفالنت بتاعها كنت بعمل ايه؟ كنت اول حاجه ان انا بجيب البي 7. فالبي 7 كان لما يبقى عندي مثلا مساله كبيره كده وفيها بقى مقاومات وسورسز وحاجات كتيره، وفي نقطتين كده معينين هو اللي انا عايز اجيب البي 7 بتاعهم، فكنت بروح اعمل عشان اجيب البي 7 بسيب النقطتين دول اللي هم الاي والبي بتوعي بسيبهم ما بينهم اوبن سيركت، واروح احسب الفولتج ما بينهم في وجود الاوبن سيركت ده. الفولتج في الحاله دي فالبي 7 هو البي اي بي في حاله ان الكرنت اللي ماشي من الاي بي بره يعني ما فيش لود، يعني صفر الاي في اللود دي صفر ما فيش لود، ده اوبن سيركت. وكنا نجيب البي 7، وعشان نجيب الار 7 قلنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح ساعتها نشيل كل السورسز اللي في المساله لانها كانت كلها اندبندنت سورسز، فكانت المساله بتصفصف على شويه مقاومات بس، فكنا بنبسط المقاومات دي مع بعض باننا نجيب في الاخر المقاومه المكافئه، وكان هو ده بيساوي الار 7. المشكله دلوقتي خلينا مثلا ناخد مثال مساله عامله كده.
مثلا دي سيركت والسيركت دي انا عايز اجيب ال 7 ايكوفالنت ما بين اي وبي. طيب من ناحيه الفي 7 مفيش اي مشكله لان هو القاعده بتقول ان انا اسيبهم اوبن سيركت واكسب الفولت. فلو انا عندي مساله كده وعايز اكسب الفولتج ما بين اي وبي وما بينهم اوبن سيركت كذا، هل في مشكله في المساله دي؟ لا، لانها مساله شبه المسائل اللي كنا بناخدها اصلا في شيت 1 خالص لو كنا لسه بنتعرف على ديبندنت سورسز. فهروح اعمل ايه؟ اروح مثلا اقول ان الفي اي بي هنا بتساوي كام؟ الكرنت اللي ماشي كده هيلف هنا ال 20 اي تضرب في ال 25 فيطلع لي ده الفولتج. بس يعني ناخد بالنا ان الكرنت ماشي عكس الاتجاه، يعني انا وانا ماشي من اي لفي ماشي من فوق لتحت، فالكرنت ده ماشي من تحت لفوق. فهنقول ان الفي اي بي هتساوي ناقص الكرنت اللي هو 20 اي في 25، تبقى دي المعادله. فلسه مش عارفين الفي اي بي عشان عايز اعرف الاي بي كام. فعشان نجيب الاي كنا بنيجي للوب دي كنا باجي للوب دي. فبكل سهوله ممكن اعمل كي بي ال او اي حاجه يعني، فهقول ان هي 2 في اي زائد 3 في اي بي وانا بلفت ناقص 5 تساوي 0. بس فدي المعادله الثانيه، معادلتين في مجهولين اقدر اجيب منهم الاي والفي اي بي، ويطلع الفي اي بي ده هو اللي انا عايزه في الاخر، يطلع هو الفي 7 اللي هو يطلع في المساله دي. خد بالك بس دي كانت 25 اوم ودي كانت 2 كي، يعني تظبيط اليونتس مهم. فطلع في الاخر ان البي 7 طلع ناقص 5 تمام. طيب نيجي بقى لار 7. لو احنا كنا بنشتغل في ار 7 بالطريقه الاصليه فكنت هروح اشيل كل الاندبندنت سورسز، يعني كنت هروح اشيل السورس ده بس ان هو الوحيد الاندبندنت سورس وبينها كانت بطاريه فهحطه مكانها شورت سيركت. قلنا ديبندنت سورس ما بشيلهاش. فبما ان دلوقتي المساله ما بقتش كلها مقاومات زي المسائل اللي فاتت، فانا مش قادر اعمل شويه سيريز وبارلل والحاجات اللي كنت بعملها عشان اجيب الايكوفالنت ريزيستنس. فساعتها مضطرين بقى ان احنا نرجع لطرق ثانيه عشان نجيب الار 7. فاحنا عندنا طريقتين. اول طريقه ان الار 7 عشان نجيبها انه انا جبت الفي 7 فبروح اجيب الاي نورتون، يعني بحل مساله على الاي نورتون عادي ويطلع ان الار 7 بتساوي في 7 على الاي نورتون. يعني ايه؟ يعني انا لو المساله دي كنت عايز اجيب اي نورتون فيها كنت هرجع المساله الاصليه خلاص، ما انا حته ان انا اشيل السورس دي طلعت مش عارف اجيبها يعني، فارجع المساله الاصليه عايز اجيب اي نورتون. فاحنا قلنا الاي نورتون ان انا كنت بروح احط شورت سيركت ما بين نقطتين اللي هم اي وبي، وبعدين احسب الكرنت اللي هيمشي في الشورت سيركت دي. طبعا حساب الكرنت اللي هيمشي في الشورت سيركت دي برضه هيبقى سهل انه خلاص شورت سيركت فعلا مع 25، 25 ما فيهاش مش يعني ما فيهاش لازمه ممكن تتشال، ويبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو 20 اي واروح احسب الاي من هنا وهكذا تمام. والبي اي بي طبعا في حاله زي كده تبقى بصفر لان احنا عملنا شورت سيركت ما بينهم، فالبي اي بي هنا تبقى بصفر فبالتالي ده هيبقى مش موجود فهتطلع سهل جدا. يعني فاحنا هنجيب الاي واضرب الاي دي في 20 يطلع لي الكرنت اللي هو الاي نورتون. طبعا واضح ان الاي نورتون هيطلع بالنيجاتيف لان احنا الكرنت هيمشي من بي لاي واحنا في اي نورتون لان عايزين نجيب الكرنت اللي ماشي من اي لبي. المهم جبت البي 7 راح جايب الاي نورتون. تيجي باي طريقه اللي هو زي ما حصلنا دلوقتي ممكن تحسبها بكل سهوله تقدر تطلع اي حاجه زي مثلا انا مش عارف الرقم ده يعني كام. الاي نورتون طلعت ناقص 50 مللي امبير دي ناقص 5 تمام. جبت البي 7 وجبت الاي نورتون يبقى اقدر اقول ان الار 7 بتساوي البي 7 على الاي نورتون تمام. فدي اول طريقه ان انا بحل مساله مره اجيب في 7 ومره اجيب الاي نورتون وبعدين اقسمهم على بعض عشان اجيب الار 7. طيب الطريقه الثانيه هي ايه؟ الطريقه الثانيه هي انه انا دلوقتي السيركت دي المفروض لما انا قفلتها كده عشان احسب الار 7 او الار ايكويفالنت، يعني انا دلوقتي عايز اجيب في الطريقه الاصليه يعني ان انا عايز اجيب المقاومه المكافئه اللي باينه من ما بين نقطتين اي وبي، بس انا مش عارف ابسط الكلام ده لوجود الديبندنت سورسز في النص. فبعمل ايه؟ بعتبر كان او بتخيل كان في سورس من بره هنا فولتج سورس مديله اي قيمه، يعني احنا متعودين بنديله قيمه بواحد تمام؟ فالمفروض السورس ده لو كل دول اتشالوا بحط مقاومه واحده اللي انا مش عارف اجيب قيمتها دي هتتحط كل دول هيتشالوا هيتحط لوحدها مع السورس ده، فساعتها الكرنت اللي هياخد من السورس هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي في على الار ايكوفالنت. فانا ممكن احل المساله كده وانا حاطط السورس والمساله وهي محدوده كده احسب الكرنت اللي مسحوب من السورس ده بكام؟ تمام؟ فالكرنت اللي هيتسحب من السورس ده يطلع بقى، يعني حليت المساله لقيت الرقم ده طلع طبعا ده اتشال خلاص، يعني واحنا في الطريقه دي احنا بنشيل الاندبندنت سورس. لقيت الكلام ده طلع بنص مثلا يعني، فساعتها اقول على طول ان الار ايكوفالنت اللي هي الار 7 هي قيمه السورس اللي انا حطيته اللي هو واحد على
الكارنت المسحوب منه. تمام، خدوا بالكم بس من الملحوظه دي، يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي هتبان اكتر، انه الار 7 او الار ايكوالنت في المسائل دي او في النوعيه دي بس، اللي هو لما يبقى في ديبندنت سورس وبحث الار 7 ممكن يطلع نيجاتيف. دي الحاله الوحيده اللي ممكن نشوف فيها في كل الكورس ان الار بالنيجاتيف، مفيش ريزيستنس معينه قيمتها ار يعني او قيمتها نيجاتيف، يعني مفيش اي ريزيستنس فيزيكلي كده قيمتها نيجاتيف. بس احنا بنقول ان احنا كموديل، يعني كموديل ان احنا لو شلنا الدايره دي كلها ممكن نحط مكانها ريزيستنس بالنيجاتيف، وهنشوف معانا الكلام ده كمان شويه. ايه خلينا كان في مثال صعب كده شويه هنحله. هو صعب كده عشان يعني تقريبا لمن كل حاجه وفي افكار، يعني في مشاكل كتير يعني كتير الناس. المثال ده بيقول ايه؟ المسألة دي فيها طبعا كل حاجة، فيها independent sources وفيها dependent sources وفيها كل حاجة، ومطلوب مني نقول لي هات قيمة الـ R node دي بحيث إن هي تسحب أكبر باور ممكن، يعني إيه قيمة الـ R node اللي هتسحب أكبر باور ممكن في المكان ده؟ فنرجع بقى لموضوع maximum power transfer، كأن دي هي النود، وكأن بقى المسألة دي هي الدايرة اللي أنا عايز أجيب الـ equivalent circuit بتاعتها، فبالتالي أنا بشيل النود خالص، بشيل النود من عندي خالص اللي هو ده، وبقت النقطتين دول كأن النقطتين دول هم الترمينالز بتاعتي، يعني دي نقطة إيه؟ دي نقطة دي. كان بقى عندي مسألة عادية جدا مديها لك من الأول، مسألة كده بقول لك هات لي الإيكويفلنت 7 ما بين النقطتين دول، أنا عايز أجيب أحسن ريزيستنس فهي بتساوي الـ R7. فأنا بقى مسألة وهي دي المطلوب مني، أنا عايز أجيب الـ R7 ما بين النقطتين A وB، وهو ده اللي هيبقى قيمة اللود اللي يسحب أقصى باور. فالمسألة دي عايزين نحلها بالطريقتين، أول طريقة إن أنا عايز أجيب الـ V7 والـ I نقطة وبعدين أقسمهم على بعض فأجيب الـ R7، وتاني طريقة إن أنا هجيب سورس من بره قيمته بواحد أو حاجة واحط السورس ده هنا واشوف هيتسحب منه الكرنت بكام، ويبقى قيمه السورس او قيمه الكرنت هي دي الار 7 بتاعها. فاول طريقه زي ان انا عايز اجيب الفي 7، في 7 يعني ايه؟ يعني عايز النقطتين اي وبي ما بينهم اوبن سيركت كده، اجيب الفولتج ما بينهم كده. طيب هل المساله دي صعبه؟ لا مش صعبه، بس هي شكلها هيخض شويه. طيب انا عايز اجيب الفولتج ما بين النقطتين اللي هي اي وبي دول. طيب اول حاجه الديبندنت سورس اللي فوق ده 50 اي 5، والاي 5 دي كانت متعرفه في المساله هي الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس اللي كانت هنا اصلا. تمام؟ طيب بما ان انا شلت الريزيستنس وفتحتها تمام؟ وبقت السلكه دي بقت مفتوحه او مقطوعه، فالاي 5 دلوقتي مش موجوده او قيمتها بصفر. فلما اجي اشوف البطاريه دي قيمتها دلوقتي بكام؟ 50 بصفر بصفر. الناس ما تتلخبطش بقى عشان دي غلطه يعني شائعه ان الناس راح شايله ده خالص عشان متلخبطين، يعني هي كانت جايه من الاوبن سيركت. لا لما يبقى بطاريه قيمتها بصفر يبقى مكانها شورت سيركت، ده معنى ان يبقى في بطاريه بصفر. فالبطاريه لما بقت قيمتها بصفر دي بقت شورت سيركت خلاص، ما بقاش فيه وجود لاي فاي خالص في المساله. ومطلوب في مساله زي كده بقول لك احسب لي مساله كامله هي، واحسب لي الفرق الجوده بين النقطتين ايه ودي. ممكن تحل زي ما انت تحل بكذا طريقه، مثلا من ضمن يعني او الطريقه اللي ممكن تحلها بيها دلوقتي انه طبعا دول اوبن سيركت، فعشان بس ما تضربش ناس يعني شكلها عامل كده، وهي دي النقطه ايه اللي انا عايز اجيب الفولتج بتاعها. لو انا مثلا عايز احلها باللوب اناليسيس، فانا ممكن اسهل على نفسي ان انا اشيل الاثنين دول واحط الايكوفالنت بتاعهم، هيبقى في ريزيستنس ب 400 وفي بطاريه هنا قيمتها بقى اللي هو كرنت في ريزيستنس اللي هي بتطلع 205 في دلتا. الفي دلتا دي سوري عشان ما تقلقش، الفي دلتا دي هي
الفولتج دروب على 5 اوم. تمام. طيب بقت مساله عاديه جدا 3 لوبس وعايز اجيب الفولتج ما بين نقطتين A و B. فاللي هعمله ايه ان انا مثلا هقول في كارنت هنا اسمه I1 وكارنت هنا اسمه I2 وكارنت هنا اسمه I3 واحلها مساله لوب اناليسيز عادي ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله بقى الناس خلاص يعني بقت خبره في لوب اناليسيز. فهيبقى عندنا ايه؟ في لوب فور لوب 1 مثلا هيبقى 25 I1 ناقص I3 I1 بس زائد ما ده المشترك يعني زائد 400 في I1 ناقص 205 دي دلتا انا رادفت كده وبعدين ناقص 280 الكلام ده هيساوي صفر. بس خد بالك ان احنا عايزين كله يبقى I1 و I2 و I3 فالبي دلتا دي ممكن نشيلها نحط ايه؟ I1 ناقص I2 I1 5 في الكلام اللي ماشي هنا اللي ماشي هنا اللي هو I1 ناقص I3 ده الفولت دروب هنا هو 5 في I1 ناقص I3 فممكن اشيل البي دلتا احط 5 I1 ناقص I3 الكلام ده ممكن تعملوه بقى بديك. نفس الحكاية اللوب 2 لو انا عرفت كده هيبقى عندي 10 I2 ناقص I3 زائد 280 ناقص 100 I2 يساوي صفر. في اللوب 3 هيبقى عندك 25 I3 ناقص I1 زائد 10 I3 ناقص I2 يساوي صفر. المهم ان هما ثلاث معادلات تجيب منهم I1 وI2 وI3 تمام. وبعدين بعد ما تجيب I1 وI2 وI3 دلوقتي ما ننساش المطلوب ان انا عايز اجيب الفولتج ما بين النقطتين دول. فانا عايز اجيب الفولتج بين النقطتين ومعايا الكارنتس كلها يبقى ممكن امشي في اي مسار من النقطه دي للنقطه دي وبراحتك بقى ممكن تمشي كده ممكن تمشي كده. فلو مشيت كده مثلا فهيبقى عندي الفولتج اللي هو ال في اي بي ده هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي وانا ماشي كده قبل 5 في اي 3 ناقص اي 1 وانا ماشي كده هيبقى 5 اي 3 ناقص اي 1 وانا ماشي في الاتجاه ده وبعدين نزلت تحت فبقى زائد 280 والاي 1 والاي 3 والاي 1 انت جبتهم اصلا باللوب اناليسيس فتقدر تعوض بيهم وتجيب ان البي اي بي في الحاله دي هيبقى بيساوي 266 بما اني خلاص جبت البي اي بي فده الاوبن سيركت فولتج ما بين نقطتين اي وبي فهو ده البي 7 بتاعنا واحنا دلوقتي عايزين نجيب الاي نوت. نرجع للمساله الاصليه كل ما انا كنت شفتها من المساله الاصليه ترجع تاني. فهي ده عندي اصلا 50 اي 5 ودي كان 400 والبي دلتا هنا برضه طب زي المسألة الأصلية كانت كده تمام. وادي النقطتين A وB ومطلوب مني إن أنا في المسألة دي أعيدها تاني وأجيب الأي نوت. فالأي نوت كنا بنجيبه زي إن إحنا كنا بنوصل شورت سيركت ما بين النقطتين اللي هما تو تيرمينالز في المسألة يعني ده هيوصل شورت سيركت ومطلوب مني دلوقتي إن أنا أحسب الكرنت اللي هيمشي هنا. خد بالك بس إن الكرنت اللي هيمشي هنا اللي هو أصلا كان الأي 5 اللي المسألة معرفاه. طب الاي 5 في المساله دي هو هو الاي شورت سيركت او الاي نوت اللي انا عايز اجيبه اصلا تمام. نلاحظ بس ان هنا الاي 5 ليها قيمه اصلا هي دي اللي عليها الاي شورت سيركت فما ينفعش اشيل بقى البطاريه اللي فوق دلوقتي لا موجود لازم يكون ليها وجود. طيب فنحلها زي ما ممكن تحلها باي طريقه انت عايز تحل بيها من ضمن الطرق او مثلا الطريقه اللي هحل بيها دلوقتي هي نود اناليسيس. لو فكرنا في المساله دي فيها كام نود هنلاقي فيها ثلاثة نودز بس ادي اول نود اللي هي مثلا نود 1 وانا عندي دي اسميها نود 2 تمام. يعني ممكن لو في الورق ما واخد نوتيشن مختلف بس انا عشان كاني بحلها قدامكم اول دي النود دي الناس ممكن تتلخبط تسميها نود دي بس هي مش نود دي لانها متوصله بشورت سيركت على الجراوند. فاحنا قلنا الجراوند اصلا ما بتخش معانا في حسابات النود اناليسيس فدي تبع الجراوند اصلا تمام. ودي كلها هناخدها ونسميها نود. لو انا عايز احل بقى بالنود اناليسيس فهاجي عند نود 2 لقيتها متوصله ببطاريه على الجراوند مباشره فدي معادله سهله هيبقى في 2 بتساوي 280 تمام. طيب نيجي عند نود 1 هلاقي نفسي مش عارف اعمل كي سي ال لان انا وصلت على بطاريه الكلام ده المفروض بقى في النود اناليسيس يعني تمام. وبالتالي مش هقدر اعمل كي سي ال عند نود 1 بس انا عارف ان البطاريه دي واصله ما بينها وما بين نود 3 فاقدر اقول ان دي 1 ناقص بي 3 بتساوي كام؟ بتساوي قيمة البطارية اللي هي 50 واي 5 تمام؟ طيب دلوقتي أنا عايز كل المعدات بتاعتي تبقى in terms of V1 و V2 و V3
فانا عندي في 1 وفي 1 دي سي بيساوي 50 اي 5. فانا عايز دلوقتي كل المعادلات بتاعتي تبقى تنزل في 1 و2 و3 ما يظهرش فيها اي 5. انا عايز اجيب بقى الاي 5 ده ان ترمز اوف في 1 وفي 2 وفي 3. دي ممكن يكون فيها تريك شويه. طيب الاي 5 دي هو الكرنت اللي ماشي في السكه دي مش هو اقدر ان هو مجموع الكرنت ده زائد الكرنت ده، يعني اللي هيجي من هنا واللي هيجي من هنا هيتجمعوا ويساوي اي 5. لو بصيت للكرنت ده اقدر اقول ان هو بيساوي ايه؟ V2 ناقص الجراوند، ما دي جراوند برضه، يبقى V2 ناقص الجراوند على 5، يبقى اقدر اقول ان V2 على 5 ده الكرنت ده زائد الكرنت اللي هيجي من هنا. طب الكرنت اللي هيجي من هنا بيساوي ايه؟ V3 ناقص الجراوند على 20 اللي هي V3 على 20. الاثنين دول لما يتجمعوا يديني يساوي I4. تمام كده؟ وبالتالي قدرت اجيب الـ I5 in terms of ايه؟ الفولتجز او الانونز اللي انا عايز اعوضها اجيبها واعوض بيها. طيب كان عندي لو نرجع للنود اناليسيس لما كان بيبقى عندي اثنين نودز واصلين ما بينهم بطاريه كنت بقول دي ناقص دي بيساوي قيمه البطاريه وبعدين بعمل سوبر نود. مشكله المساله دي برضو في السوبر نود ايه؟ ان احنا كنا متعودين او انتم متعودين على الشكل لما بيجي ان انتوا التو نودز اللي ما فيهم المشكله دي بيبقوا جنب بعض والبطاريه ما بينهم، فالسوبر نود بتبقى في مكانها تاني. المساله دي مشكلتها بس ان التو نودز اللي ما بينهم السوبر نود بعاد قوي. بس احنا زي ما اتفقنا قبل كده السوبر نود هي ايه؟ باخد الاثنين نودز اللي كان ما بينهم المشكله بالبطاريه جوه كلاود. يعني ايه؟ التو نودز اللي ما بينهم المشكله هي 1 و 3. مين البطاريه كانت عامله مشكله اصلا ما بينهم؟ فباخدهم هم كلهم جوه حاجه عامله كده. بس ما اخدش تو معايا، تو ما لهاش دخل اصلا في الوضع في الموضوع ده. فباخد السوبر نود بتاعتي تبقى حاجه عامله كده. كده خدت نود اللي اسمها 1 وخدت النود اللي اسمها 3 كلها جوه السوبر نود وخدت كمان ايه؟ البطاريه اللي كانت عامله مشكله معايا. لو بصيت للسوبر نود دي اللي هي واصله بالدايره من بره من المقاومه دي من الحته دي ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لو بصيت للاسفل دي كلها اللي هي واصله بالدايره من بره بيها كلها مقاومات وكرنت سورسز، فاقدر اعمل كيس ايه براحتي. يعني اعتبر ان هي بتطلع كرنت كده وبتطلع كرنت كده زي ما احنا متعودين على السوبر نود، وبتطلع كرنت كده وبتطلع كرنت كده، وده ايه؟ كرنت سورس. فاقول مجموع الكرنت اللي خارج منها يعني ده الكرنت ده بيساوي كام؟ في 1 على مين؟ الكرنت اللي خارج منها كده هو في 1 ناقص في 2 على 10. الكرنت اللي خارج من هنا كام؟ هو في 3 ناقص 0 على 20. والكرنت اللي خارج من هنا هو V3 على 400. خلاص خلصت كل الريزستنس الشبكه في السوبر نود، ناقص شوف الكرنت سورس، لان في سورس واحد بس بيسحب من السوبر نود فيتكتب بالماينس كنترول ماينس ماينس 0.5125 V دلتا. ونفس الحكايه انا مش عايز يظهر لي V دلتا في المعادلات عشان المعادلات كلها تبقى V1 2 3. طب ال V دلتا انا اقدر اجيبها ان ترمز V1 2 3 سهله قوي. V دلتا هنا هي V2 على طول، ان في دلتا هي في 2 ناقص الجرام، فيبقى في دلتا هي في 2. فاشيل في دلتا احط في 2 واشيل الاي 5 واحط في 2 اللي هو المعادله اللي احنا جبناها دلوقتي، بقى ثلاث معادلات اللي جت ثلاث مجاييل جبت في 1 وفي 2 وفي 3. وانس ان انا جبت في 1 وفي 2 وفي 3 انا عايز اجيب الاي 5 لان ده كان الهدف الاساسي بتاعي من الاول. انا بجيب الاي نوت، مش عايزين ننسى الهدف اللي احنا بنعمله اصلا، ما ننتهوش في المساله. فده الاي نوت اللي هي الاي 5. وانا جبت في 1 وفي 2 وفي 3 اجي اعوض هنا على طول في 2 على 5 زي في 3 على 20 جاب الاي 5 اللي انا عايزها. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الاي نورتون. الاي نورتون دلوقتي هتطلع في المساله دي سبعة وستة من عشرة أمبير. يعني الاي 5 اللي هي دي تطلع سبعة وستة من عشرة أمبير. ما انساش المساله الاصليه كانت طالبه ايه؟ كانت طالبه ان انا عايز اجيب الار 7 بكام، وان انا كنت بعمل ده كله عشان اجيب الفي 7 واقسمها على الاي نوت. الفي 7 جبتها في الجزء الاولاني من المساله، وبعدين الاي نوت جبتها في الجزء ده، فيطلع في الاخر ان الار 7 هيساوي الفي 7 اللي احنا جبناها من شويه اللي هي 266 على 7.6 من 10 اللي هو الاي نوت اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي تطلع 35. الكلام ده كله حصل ليه؟ حصل ببساطه شديده عشان
وجود ده وده، لان دول لو مش موجودين وانا كنت عايز اجيب الار 7 ما بين المقصين دول، كان ممكن الاول خلاص اشيل كل السورسز اللي هو ده ويتبقى لي مساله فيها شويه مقاومات بارلل وسيريز واوصل للار 7. وجود دول هو اللي خلاني الف اللفه الكبيره دي كلها. طيب جبنا الار 7 يبقى انا اقول له خلاص لو عايز توصل لود في المكان ده يسحب ماكسيمم باور وصل لود قيمته كام؟ 35 ده يسحب ماكسيمم. الطريقه الثانيه لحل المساله دي، احنا جبنا اول طريقه اللي احنا قلنا بنقسم البي 7 على الاي نورتو. خلاص امسح بقى المعادله دي. وبالتالي انا لما هشيل السورسز اللي هنا، مثلا هشيل السورس ده لان هو ده الاندبندنت سورس الوحيد، فالسورس ده لما يجي يتشال هيتشال هات شورت سيركت عشان ده كان فولتج سورس. طيب مش عارف اجيب الار 7 فبالتالي او الار ايكويفالنت اللي انا شايفه ما بين النقطتين دول، فقلنا ممكن نوصل سورس خارجي مثلا قيمته 1 او قيمته اي حاجه تمام، واحل المساله دي بحيث ان انا احسب الكرنت اللي خارج من هنا بكام. خليتها شورت سيركت لان انا في الطريقه دي انا بفترض عشان كاني بجيب ار 7 بالطريقه الاصليه. ار 7 بالطريقه الاصليه كنت بعمل ايه؟ بشيل كل السورس، فانا بشيل كل السورس خلاص. جيت عايز احسب الار كوفرنت من هنا مش عارف احسبها عشان السورس ده انا مش عارف اشيلها، فاحط انا سورس من عندي. ففي الطريقه دي بنشيل السورس الاصليه تمام. طيب مسألة برضو بقت مسألة شبيهة بكل مطلوب من المسألة منك دلوقتي ان انت تكسب الكرنت الخارجي منها، مسألة شبيهة جدا بكل اللي احنا حلناها قبل كده وتقدر تحلها بنفس الطريقة، ولو فكرت فيها هتلاقيها شبه اللي احنا لسه حليناها بتاعت النود اناليسيس. اللي احنا كنا لسه حليناها بتاعت النود اناليسيس ليه؟ لان دي عندي نود دلوقتي ودي بقت نود ثانية، دي خلاص ما بقتش نود 2. ليه؟ لانها اتوصلت بشورت سيركت على جراوند، فدي اللي بقت جراوند دلوقتي، ودي نود 2 ودي نود 3. ممكن احلها بنفس الطريقة ان انا اجيب فولتج بي 2 هبقى عارف هو بكام والكلام ده كله، وبالتالي هاجي في الاخر بعد ما احلها واجيب البي 1 والبي 2 والبي 3 بنفس الطريقه، مش لازم احلها من اول دي، اقدر اجيب الكرنت اللي ماشي كده، هيبقى بي 3 ناقص بي 2 اللي هو 1 على طول، بي 3 ناقص بي 2 على 20 يديني الكرنت اللي ماشي كده، وبعدين بي ال بي 1 ناقص بي 2 على 5 يديني الكرنت اللي ماشي كده، وبالتالي ده زائد ده المفروض يعني ايه؟ اقدر احسب الكرنت اللي ماشي هنا باتجاهه، يعني اقدر اشوف هو هيبقى داخل وخارج وقيمته كام. طبعا نفسي ان هو يكون ايه؟ طالع لفوق، لان لو الكرنت ده سي حلتها خلينا نقولها بالارقام عشان تبقى واضحه، طبعا الارقام اللي بقولها دي مش هي الصح بس انا بقول سي يعني. جيت اشوف الكرنت اللي هنا بعد حليت المساله، لقيت في كرنت هنا مثلا ماشي كده وقيمته 4 وكرنت ماشي كده وقيمته 3 مثلا تمام؟ وبالتالي عشان الدنيا تتوزن هنا لازم كانت يمشي كده قيمته 1 تمام، او خلينا نقول لا دي 2 مثلا، فيبقى لازم عشان تتوزن لازم كانت يمشي هنا وقيمته 2 تمام. ساعتها يبقى السورس اللي انا حطيته شاف حاجه خليته يطلع كانت ب 2، وبالتالي اقدر اقول على طول ان الار 7 او الار ايكويفالنت اللي هو شايفها قيمته هو الواحد على قيمه الكانت اللي سحبت منه 2 اللي هي تطلع بس. طبعا الكواز تطلع زي المره الاولانيه بس انا بقول ارقام افتراضيه. طيب خلينا بقى نتخيل انه بعد ما حليت المساله وجبت الفولتات وحسبت الكاونت اللي هنا، طلع مثلا يعني ان في كاونت ماشي كده قيمته 4 بس في كاونت ماشي كده قيمته 6 تمام. لو ده 4 وده ب 6 ساعتها عشان الدنيا توزن لازم الكاونت يمشي كده قيمته 2، ساعتها لما تيجي تحسب الار ايكويفالنت بتقول ان هي بتساوي قيمه السورس اللي انت حطيته على الكاونت اللي خارج منه، فالكارت اللي خارج منه هنا بيساوي ناقص 2 فيطلع ناقص نص. ينفع الار ايكوفلنت تبقى بنص؟ اه في الحاله دي اللي هي حاله ان انا بحسب ال 7 ايكوفلنت بتاع دايره فيها ديبندنت سورسز، هي دي الحاله الوحيده اللي هنشوف فيها موضوع الار بنص او الار بالنيجاتيف ده. طب معناها ايه ار بالنيجاتيف؟ دي معناها ان انا مثلا عندي دايره، اقول مثلا يعني مش في المساله دي مش هتطلع كده طبعا، ان انا عندي دايره لما بحط لها سورس من بره بتشحن تمام؟ يعني لو انا كنت عايز اكتب الايكوفلنت سيركت كده، في دايره لما بحط لها سورس من بره بتشحن تمام؟
تمام كده؟ طيب فهي لما بتشحنه كده انا عايز اشيل دي واحط ريزيستنس مثلا، يعني لو الدايره دي بيبقى فيها في 7 او 7 ممكن تكون في 7 بصفر، فاغلب الاحيان لو الدايره كلها ديبندنت سورسز اصلا، ودي الحاله اللي هي اللي ممكن يطلع فيها الموضوع ده فعلا بجد، ان هي الارت ال في 7 بتاعتها تبقى بصفر. المهم ان هو لو الارت بتاعتها كده، هل ينفع في دايره زي كده من اللي احنا متعودين عليه ان الريزيستنس تشحن السورس؟ لا، تنفع بس لو كانت الريزيستنس دي بالنيجاتيف، يعني السورس هيمشي الكرنت كده، لو الريزيستنس بالنيجاتيف الكرنت هيعكس اتجاهه فيشحن السورس. فطبعا ده مفيش ريزيستنس في فعليا كده، بس كان عشان ابقى موديل دايره والدايره دي بتشحن سورس او بتشحن السورس الخارجي، فبتطلع رياضيا لازم ببقى مضطر ان الار ثيفنن تبقى بالنيجاتيف. فما استغربش في الحالات ان يبقى الدايره كلها ديبندنت سورس، في الحالات دي بس ممكن تبقى بالنيجاتيف ممكن تبقى بالبوزيتيف. كان دي اصلا جرام يوم بعيد اصلا، فيبقى الكلام ده بيساوي لما قلتها في 1 يبقى انا غلطت، بس الكلام ده مالوش علاقه في 1، الكلام ده هو في 2 على 5، هو غالبا الكلام ده يبقى لازم يكون ماشي اللي هي مش الجرام. ايوه في 2 على 5 يبقى كده، يبقى في 2 على 5 لو كده يبقى ناقص في 2 على 5 يعني دي جرام يعني. طيب كده اعتقد يعني استطلنا في موضوع المساله كانت عويصه قوي في الموضوع ده. فيبقى الحل ان ايه؟ ان انا لو عندي ديبندنت سورسز وعايز اجيب الار 7 هي اللي بتعمل مشكله، في 7 مش هي والاي نورتون هي، بس لو عايز اجيب الار 7 هيعمل لي مشكله، هل ان انا اجيب في 7 واي نورتون اقسمهم على بعض، يا اما ان انا اجيب احط السورس من بره واشوف هيتسحب منه كام كام، ولو حد هو بيمرن ايده في البيت ممكن يحل بالحلين ويتاكد لو طلعوا نفس الحل في الاخر. طيب جبت خلاص الارت بتاعت المساله، يبقى تقول له انه اللي هتسحب الماكسيمم باور هي 35. اخر حاجه هقولها بس كانت نقطه كده شفتها في المحاضرات جت بسرعه في المحاضرات، حاجه جرافيكال ريبرزنتيشن بتاع لينير سيركتس. يعني انا دلوقتي بيبقى عندي مثلا سيركت كده كبيره، والسيركت دي لينير سيركت طبعا لان ده الجزء بتاعنا كله خاص باللينير سيركت، تمام؟ وال السيركت دي لها اثنين تيرمينالز هنسميهم مثلا A و B، تمام؟ طيب فالـ A و B دول لو جه عليهم اي فولتج، فانا عايز اجيب علاقه ما بين الفولتج والفولتج ما بين اللي هو اللي ما بين نقطتين A و B دول والكرنت اللي داخل للترمينال او اللينير سيركت دي من عند الترمينال A. فلما بنيجي نرسم العلاقه دي بتطلع في الاول علاقه لينير ما بين الكرنت والفولت، يعني مثلا لو انا ارسم مثلا يعني الفولتج كده والكرنت على الهوريزونتال اكسس كده، جيت مثلا رحت رسمت العلاقه ما بينهم او قعدت اقيسها طلعت في الاخر حاجه عامله كده. طب نستفيد ايه من الجرافيكال ريبرزنتيشن ده؟ نستفيد مثلا انه لو انا قلت لك طلع لي على الجرافيكال ريبرزنتيشن ده طلع لي الفي 7 بكام؟ طيب مش احنا عارفين ان الفي 7 هي الفي في حاله انه الاثنين دول اوبن سيركت، مفيش اي حاجه واصله هنا؟ طب لما دول يبقوا اوبن سيركت فالاي هتبقى بصفر، تمام؟ اذا ممكن اروح للدايره دي واروح اشوف فين النقطه اللي على الخط ده اللي الاي فيها بصفر، اللي هي النقطه دي، يعني على كل خط الفيرتيكال ده الهوريزونتال ده بصفر الاي بصفر، فاجي عند النقطه دي واقول هي الفولتج، فالقيمه دي هي الفولتج في حاله ان الاي بيساوي صفر، فاقدر اقول ان القيمه دي هي في 7 على طول. طيب اي نورتون هي ايه؟ احنا قلنا الاي نورتون هو الكرنت اللي هيمشي في الدايره دي لما يبقى في شورت سيركت ما بين اي وبي. طيب لما يبقى في شورت سيركت ما بين اي وبي يبقى الفولتج ما بين اي وبي بقى هو اللي بصفر، فاروح اشوف فين النقطه اللي على الكيرف ده اللي الفولتج عليها بصفر، هلاقي النقطه دي ساعتها اللي هو الواي اكسس يعني عندها بصفر، تمام؟ طب هل النقطه دي بتساوي الواي؟ لا، هنلاقي ان هي بتساوي ناقص الاي نورتون او الاي شورت سيركت. ليه؟ لان الجراف ده دايما بيبقى معرفينه على ان الاي ماشيه كده،
واحنا عايزين الاي شورت سيركت، لما عايزين الاي شورت سيركت ماشيه من ال بي من فوق لتحت، فلما الكرنت هيمشي ده يبقى اسمه واي اللي هو في الكيرف ده، ففي النقطه دي هو عكس الكرنت اللي انا ببقى عايزه يعني. في النقطه دي بتبقى دايما ناقص الاي شورت سيركت، فلما يديك جرافيكال ريبرزنتيشن بتاع لينير سيركت يقول لك طلع منه البي 7 والاي نورتون بكام، بنعملها بالطريقه دي. خد بالك ان هو عشان النقطه دي بتلخبط ناس كتير، ان انت ممكن تيجي على مثلا في الدايره دي كده ويروح عامل لك ده البي وده الار، تمام؟ ساعتها وانت بتحدد ايه البي 7 وايه الاي نورتون تعمل حسابك انا عايز البي 7 يعني عايز الفولتج لما يبقى الكرنت بصفر. في اغلب الاحيان يعني في معظم المسائل يعني او في الشرط ممكن تطلع اي حاجه، بس خليها كده عشان الناس ما تتلخبطش عادي، تمام؟ عايز الفولتج لما الكرنت بصفر، فالكرنت بصفر اللي هو قيمه الكرنت بصفر، فيبقى الفولتج ده هو ده البي 7 بالنيجاتيف بتاعه. يعني بي 7 يعني هتطلع قيمه نيجاتيف عادي، ما احنا طلعنا قبل كده بي 7 بالنيجاتيف مش مشكله، تمام؟ ونيجي بعد كده للاي شورت سيركت او الاي نورتون، هي قيمه الاي لما كان الفولتج بصفر. فالفولتج بصفر فين؟ هو على الخط ده، يبقى دي قيمه الاي لما الفولتج صفر، برضه بيساوي ناقص الاي نورتون، فيطلع لي بي 7 بالماينس والاي نورتون كمان بالماينس. السلوب بتاع الخط ده، خد بالك الخط ده الفيرتيكال هو الاي والهوريزونتال هو البي، فلما تجيب تغير السلوب فانت بتقسم اي على بي، ده يطلع لك واحد على الار 7. ان احنا قلنا من شويه الار 7 هي البي 7 على الاي نورتون، او لو على الكيرف الاصلي لو كانت دي بي ودي هي الاي ودي هتبقى بي 7 ودي ناقص اي شورت سيركت، ساعتها على الكيرف ده السلوب هو الار 7 لان ده بيساوي بي على الاي 10، تمام كده؟ فده لو انا عندي جراف بيعبر لي عن دايره. اخر حاجه كده فيها كان في مثال كده في اخر المحاضره، لو انا عندي دايرتين ومعايا الجرافس بتاعتهم ووصلتهم ببعض ايه اللي ممكن يحصل؟ فانا لو عندي دايرتين، دي دايره A ودي دايره B، الدايرتين دول وصلتهم بالشكل ده وعرفت لك ان دي هسميها في ايه؟ دي هسميها في بي، تمام؟ وده هسميه اي اي، ده هسميه اي، تمام؟ طيب خد بالك ان البي والاي مش شرط يكون بيساوي 7، 7 ده لو عندي الكيرف هطلع 7 ونورتون بكام، لكن هو ممكن تكون باي قيمه يعني بي او اي. وانا وصلت الدايرتين دول بالشكل ده، فكان دي ترمينال اي وبي بتوع الدايره دي، ودي ترمينال اي وبي بتوع الدايره اللي فوق. طيب وجيت قلت لك مثلا ان الدايره اللي فوق دي ليها كيرف مثلا عامل كده، وال بي او سوري بي بي واي بي، ودي دايره ده كيرف الدايره اللي تحت، كيرف الدايره بتاعت ايه؟ في هنا بي اي واي اي، يعني دي بي اي واي اي، والكيرف ده مثلا عامل كده. اي حاجه. طيب الفكره في ايه بقى؟ انا بقى تقول من الشكل من اللي انت شايفه كده قول لي البيهات والايات بكام. طيب انا دلوقتي عندي كيرف حاجه تربط لي البي بي بالاي بي، وعندي حاجه تربط لي البي اي بالاي اي، وعايز اشوف ايه القيم يعني البي اي والاي اي بكام، فهتبقى نقطه على الكيرف ده والبي بي والاي بي بكام، فهي نقطه على الكيرف ده بحيث انه الكلام ده يشتغل صح. لو بصيت انا للدايره دي هلاقي ده شورت سيركت ده شورت سيركت، تمام؟ طيب الفولتج ايه اللي هو الفرق الجهد ما بين السلك ده والسلك ده او النقطه دي والنقطه دي؟ لو لاحظت هتلاقي البلس دي واصله على الماينس تحت والماينس دي واصله على البلس فوق، فالفولتج ده هو هو الفولتج ده لانه الاثنين واصلين على بعض شورت سيركت اصلا، فهو هو الفولتج بس بعكس الاشارات، لان البلس واصل على الماينس والماينس فانا عاكس الاشارات، فانا عارف انه لازم في الحل اللي انا هطلعه لازم بي ايه تكون بتساوي ناقص بي بي عشان هم متوصلين بالطريقه دي. دي اول حاجه. تاني حاجه انه انا عندي كارنت اسمه اي اي هيدخل الدايره دي من فوق، لازم الكارنت ده هيلف الدايره ويتوزع على الريزستنس بتاعتها، بس لازم يخرج هو كامل من السيركل اللي تحت، ما ينفعش هنا يخرج ويرجع نصه بس، ما انا بنتكلم في النير سيركت، فلما يبقى اي يخش من فوق لازم كله يرجع من تحت، فاللي رجع من تحت ده انا مسميه اصلا اي بي بالاتجاه اللي انا معرفه،
فانا برضو عارف من الشكل ده ان لازم الاي اي تكون بتساوي الاي بي. تمام؟ فخلاص انا عارف المعلومات دي. هات لي بقى النقط، نقطه هنا ونقطه هنا، نقطه هنا للبي اي واي اي، نقطه للبي دي واي دي، بحيث يتحقق فيهم الشرطين دول. فاللي بيحصل ايه؟ اروح راسم الكيرف بتاع البي اي والاي اي. لو الكيرف ده ده ماسك بارت شويه، ده بي اي وده اي. تمام؟ انا عايز اجيب النقطه اللي على الكيرف ده بتحقق الكلام ده، ان البي والاي والاي اي اللي عندهم مساوي ناقص بي اي بي واي بي. طيب لو انا اخدت الكيرف ده وحطيته تحت زي ما هو مثلا، يعني فاهم في البدايه حطيته تحت زي ما هو كده، ففي نقطه تقاطع. فعند نقطه التقاطع ده البي هتبقى بتساوي البي والاي بتساوي الار، يعني البي اي 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 بتساوي البي بي اي بي. بس مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز البي اي الاي بتساوي البي، بس البي اي بتساوي ناقص البي بي. هو انا بنقل الكيرف ده لتحت، ما نقلوش زي ما هو، لا انقله واعكس اشاره البي بي، يعني عشان الكيرف ده لما ينزل يبقى بيعبر النقط اللي عليه مش تبقى بقى بي بي واي بي، لا تبقى النقط عليه بتساوي ناقص بي بي ناقص بي بي واي بي. طب ده يحصل ازاي؟ ان انا اعمل له ميرور كده، لان كل قيمه بلس في البي بي اجيبها في الماينس بتاعه. فانا وانا بنقله لتحت، لا انقل الميرور بتاعه، يعني ده اخده كده وانقله، اعمل الميرور بتاعه واحلها كده. فالنقط اللي على الخط ده، النقط على الخط دي كلها بتساوي في اي واي اي. النقط اللي على الخط دي بتساوي ناقص في بي واي بي، لان انا عملت ايه؟ عملت الميرور ده على الفولتج بتاع بي، وبالتالي لما يبقى في نقطه واحده هي نقطه التقاطع، فهي النقطه اللي هتحقق ان الفي اي بتساوي ناقص في بي، وان الاي اي بتساوي الاي بي. وبالتالي بقت هي دي نقطة التقاطع، وهي دي المسألة اللي كان بيطلبوا في المحاضرة وعندها، يعني زمايلكم قالوا لي يعني المسألة دي جت ازاي. تمام؟ فده ده جرافيكال ريبريزنتيشن، وده بيبقى حل سهل، ان انا خلاص انا معايا الجرافس انا ممكن اعملها بيه. طيب لو انا كنت عايز احلها اناليتيكال، يعني عايز احلها فعلا الكلام ده بيساوي ايه؟ طيب او اجيب النقط دي ازاي؟ يعني اجيب البي اي والبي بي ازاي؟ احنا عارفين ان انا ممكن من الجراف بتاع ايه لوحدها اعرف اجيب البي 7 واي نوت زي ما قلنا من شويه. لو انا معايا الجراف اشوف البي 7 على الجراف بكام، واذ فبالتالي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشيل السيركت بتاعت ايه كلها واحط الايكوفيلنت بتاعها البي 7 والاي والبي 7 والار 7، ممكن اجيبهم على الجراف بتاعها هي لوحدها. فبقى عندي بي 7 ان 1 او بي 7 ان اي وار 7 ان اي. تمام؟ ومن الجراف بتاع بي لوحده ممكن اروح اشيل يعني البلوك ده كله واحط الايكويفالنت 7 بتاع بي، يبقى ده ار 7 ان بي وده بي 7 بي. تمام؟ وانا معايا القيم دي الاربع قيم دول، هل بقدر اجيب اي واي بي ولا لا؟ اعملها ساكن عليا لو الشكل غريب شويه، يعني هات دول كده وفردهم كده فيطلع لك بي 7 ان اي وار 7 ان اي. طب عامله كده لما اخد دي افردها هنا، فبي 7 ان بي وار 7 ان بي. عارف الناس كنت متخيلاها، بس رسمت الرسمه دي بشكل اوضح عشان انا عايز اجيب الاي اي اللي هي، فخلاص مش صعب. ممكن اشوف الكلام ده يبقى كام، وطبعا الاي اي هو ان هو هيبقى بيساوي الاي بي، لان الاي بي لما فردت الحرب دي الاي بي هو، فالاي اي هو اللي هيساوي الاي بي، وساعتها نطلع البي اي او الفولتج بتاع النقطتين دول، يعني هما النقطتين دول البي ايه ان انا اسمي فوق لتحت، والبي بي ان انا اسمي تحت لفوق. واضح طبعا ان هما لازم يكونوا ماينس بتاع بعض. تقدر تحسب الكرنت، تقدر تحسب الفولتج ده او الكرنت ده زي ما انت عايز، وهو لازم طبعا هتحقق نفس القيمه اللي كانت بتضرب من على